نصيحة توجه إلى كبار الأسنان 40، 50 سنة، 60 سنة. كان بعض السلف يقول من بلغ 40 تعين عليه أن يتفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى، فما بالك بابن 50، وما بالك بابن 60، وما بالك بما هو أكبر من ذلك. فنصيحة لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، وأن يراعوا هذا الجانب، وهو أن الله أمهلهم إلى هذا السن المتقدم، فيقبلوا على الله سبحانه وتعالى ويصرفوا أوقاتهم في طاعة الله عز وجل. فإذا لم يتفرغ كبار الأسنان لطاعة الله عز وجل، من الذي يتفرغ؟ وإذا وقع كبار الأسنان في معصية الله عز وجل، فيا شؤم حالهم، ويا قبح مصيرهم، ويا تأس ما وصلوا إليه. ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ذكر من أهل النار أشيمط زان. ما الفرق بين الشاب والأشيمط؟ الشاب لا زال في نشوته وفي شبابه وفي إقبال الشهوة وهيجانها، أما الأشيمط الذي تقدمت به السن واقترب من القبر، ماذا يريد في معصية الله عز وجل؟ وكبار الأسنان في الغالب ابتلوا بالغفلة، ابتلوا بقلة ذكر الله سبحانه وتعالى، إلا من رحم الله عز وجل وأراد الله عز وجل له التوفيق والسعادة والهداية. فواجب عليهم أن يراعوا هذا الجانب، وأن يعمروا أوقاتهم بطاعة الله عز وجل، فيبكروا إلى الصلوات، ويكون لهم حظ من قيام الليل، ويكون لهم حظ من قراءة القرآن وتلاوته، والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. عجبا لكبار الأسنان الذين يبحثون عن السعادة في مجالس في مشراق ونحوه، يتكلمون في أعراض الناس، وإذا لم يتكلموا في أعراض الناس تكلموا في أمور مباحة المؤمن ينبغي أن يترفع عنها، لأنها لا تكتب عليه خيرا ولا تكتب عليه شرا. والله تبارك وتعالى قال عن عباده المؤمنين المفلحين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. واللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه، فمن باب أولى أنهم أبعد عن الكلام الذي فيه مضرة. فعجبا من أولئك